السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. النهاردة هشرح لكم فيديو عن ازاي تمسك عصفور الكناري، لان عصفور الكناري عصفور حساس شوية ولازم مسكته بتبقى بطريقة معينة. فاشرح لكم النهاردة ازاي تمسكه صح، ازاي تقص للعصفور حوالين المخرج حوالين العضو التناسلي، ازاي تصور العصفور صح علشان لما تيجي تعرضه للبيع بعد كده الناس تعرف التصنيف بتاعه ايه. وطبعا قص الاظافر وتجهيز الذكر او الانثى للانتاج، لان احنا عارفين طبعا الاظافر لو طويلة زيادة عن اللزوم ممكن يتشبك في اي حاجة والظافر يتنتف، او لما يجي الذكر بالذات يكبس الأنثى وضوافره تكون طويلة ممكن يعمل لها مشكلة، يعني يخليها أكيد يعني الظفر الطويل عامل زي الدبوس بالظبط. فلما يجي يمسك الأنثى عشان يكبسها فبيشكها، فمن الشكة دي بتروح بعد عنده، فطبعا عملية التزاوج بتبقى خاطئة. انا شوفت فيديوهات كتير على اليوتيوب، بس معظمها اما فيديو طويل جدا او فيديو مش مفهوم، يعني او مش مفهوش كل الخطوات مرة واحدة. فانا عملت لكم فيديو بسيط اشرح فيه كل حاجة مرة واحدة، ونفس الوقت ما يكونش فيديو طويل عليكم. طيب نبدأ على بركة الله. اول حاجة لازم يكون عندي حاجتين، اول حاجة الصافة زي كده، اهم حاجة تكون حادة، ومقص صغير، محدش يجيب مقص كبير ويقص بيه، مقص صغير ويكون حاد ما يكونش تلم، والقصافة نفس الكلام. ده اللي احنا محتاجينه النهاردة معانا في الفيديو، تمام. ومعانا عصفور ذكر هنطلعه بالراحة زي كده، نمسكه بالراحة جدا، لو جري منك عادي سيبه، تمسكه بالراحة زي كده طلعه، تمام. نزل الشيالة اهو العصفور، بص بتنزله بتمسكه كده اهو، ما تحطش ايدك، يعني انا بشوف ناس بتمسك العصفور تخنقه تحط ايده عند الرقبة او لا، كل الكلام ده غلط اهو اهو، بكل سهولة جدا. اهم حاجة ان انت تثبت الجناحين عشان ما يطيرش منك، ما بتمسكوش من عند الرقبة خالص، لأن أنت كده ممكن تعرضه للخنق، تمام. دي حاجة. الحاجة التانية بتعمل إيه؟ لو أنت عايز تقص حوالين العضو الذكري علشان الريش، أول حاجة بتمسك العصفور بإيدك الشمال، تمام، وبتنزل الجناح تحت آخر صباع ليك، وإيدك أهي عند صدره أهو، هيبان معاك العضو عادي جدا. هتبدأ تنفخ، تبدأ تمسك المقص باليمين زي ما حضراتكم شايفين، وتبدأ تنفخ. طبعا هو العصفور عشان لسه مش جاهز فالعضو عنده لسه مش متصل، وبتبدأ تقص حوالين العضو الذكري، تمام. هو طبعا ده مش محتاج قص، لأن العصفور ده ريشه مش كثيف، في بعض العصافير ريشها كثيف، فبنقص حوالين العضو بحيث ان العضو الذكري يبان عنده اهو. يعني الريش اللي حوالين العضو الذكري، محدش يجي عند الريش اللي على العضو الذكري نفسه، ده ما ينفعش انك تقصه او تنتفه. ليه؟ لان سبحان الله الريش اللي على العضو الذكري زي الريش استشعار، يستشعر بيه المخرج بتاع الأنثى عشان يكبسها في المكان الصحيح، سبحان الله، تمام. فده ما يتنتفش ولا يتقص، احنا بنقص حوالين العضو الذكري. في عصافير بيبقى عندها الريش كثيف شوية مش بيبان العضو الذكري، فاحنا بنقص حوالين العضو الذكري زي كده، تمام اهو، بحيث ان هو يبان زي كده، بان معاك زي كده خلاص الريش اللي هو بيكون حواليه ده. طبعا مش محتاج قص، يعني هو كده كده تمام. دي نقطة. النقطة التانية وهي
ازاي اقص الاظافر، دي مشكلة جدا عند بعض الناس في ازاي اقص اظافر العصفور. اول حاجة احنا القصافة اهي تمام، بنكون قاعدين في مكان الاضاءة فيه عالية علشان نشوف الشريان الدموي عند الاظافر، بنلاقيه زي شريان احمر اهو في اول الاظافر، في الاول خالص لو حضراتكم شايفين ده، نبعد عنه تماما، نبعد عنه. احنا بنقص فين؟ بنقص بعد الشريان الدموي بواحد ملي كده من تحت الاطراف نفسها، ما بنجيش فوق الشريان الدموي ده، تبعد عنه، لان لو لا قدر الله اتقص بيعملوا نزيف وممكن النزيف ما يقفش. تمام، زي ما احنا ماسكين العصفور كده بنروح ماسكين رجله تمام زي ما حضراتكم شايفين، وبن ايه بنحاول ننزل نمسك صباع صغير اهو، انا كده ماسك رجله واول ضفره اهو اللي انا عايز اقصه، بنبعد زي ما قلت لحضراتكم عن الشريان الدموي، وبنبدأ نقص عادي جدا من على الطرف اهو 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 من على الطرف. الموضوع بسيط وسهل جدا، اهم حاجة نبعد عن الشريان الدموي وما نقصش، يعني في عصافير الظافر بتاع العصفور نفسه طويل جدا، ده اللي انت لازم تقص الطرف بتاعه، لكن في بعض العصافير بيبقى اصلا هو صغير، الضفر عنده صغير مش محتاج ان انت تقصه. في بعض الناس لما تيجي تصور العصفور لو تشخيص مرض او كده ما بتعرفش تصور، يعني ما بتعرفش تصور او تصور العصفور زي كده، طب انا كده مش شايف ولا بطن ولا صدر ولا حاجه، انت كل اللي عليك بتبل صباعينك الاتنين ببعض الماء بتوزعه على الجوانب، وبعد كده بتصوره هتلاقي بطنه باينه وصدره باين ومفيش اي مشكله، وبعد كده بترجعه القفص تاني. تمام، نيجي لحاجه اخيره برضو، ازاي تصور تصنيف العصفور. اهو بنقلبه الناحيه التانيه على ظهره، بنعمل ايه؟ بنمسك الجناحين اهو، جناح تحت وجناح فوق تمام مع الديل اهو، التلاته بنمسكهم مع بعض وتسيب العصفور، بعد كده بيتصور عادي التصنيف بتاعه اهو. اهم حاجة تمسك الجناحين بالديل عشان لو مسكته غلط ممكن تنتف الديل، تنتف الجناح تمام، وبتصور العصفور عادي، ده كده بيبان التصنيف معاك 100%. من عاوزت مثلا مش عارف التصنيف وحابب تصوره او حابب تصور العصفور للبيع بيبان معاك التصنيف. وبكده نكون خلصنا حلقتنا على خير، وأي حد عنده أي سؤال أو في أي حاجة ما فهمهاش من الدرس أو عنده سؤال بخصوص الكناري وتربية الكناري يكلمني في التعليقات وهرد عليه، ما فيش أي مشكلة، هو بس كان درس بسيط علشان الناس اللي لسه مبتدئة أو الناس اللي لسه مش عارفة ازاي تمسك العصفور صح او تصوره او تقص الاظافر او حوالين العضو الذكري. ده كان فيديو بسيط يشرح لهم الحاجات دي كلها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كابتن احمد.